اخباركم لاباس عليكم؟ كنتمنوا تكونوا على خير وبخير. انتم كتشوفوا هذا البلوك هذا كيف ما كتشوفوا، انا اليوم في مهديه، في شاطئ مهديه. هذا البلوك الصراحه مختلف على البلوكات اللي كندير لكم ديما. اليوم جيت نصيد وقلت علاش لا ما نجيبكمش معايا تشوفوا الطريقه ديال كيفاش كيصيدوا وكيفاش. المهم شوفوا هنايا الجو شحال زوين، راه كاينين الناس بزاف اللي كيصيدوا. انتم شوفوا معايا. وبالنسبه للمقادير ديما ولفتكم مع المقادير، هذا كريسبي علاش غنجلس. عندنا هنايا البلاصيره فيها الطعمه ديالنا، عندنا هنايا القصبه، وهنا الماتيريال فهاد الصاك هذا. المهم خليكم معايا، وكنتمنى من الناس اللي كيشوفوني وكيتفرجوا فيا واللي مازال ما داروش ابوني ديروا ابوني، ما تنساوش ليا لي لايك ولي كومونتير، وكنحماق عليكم بزاف. المهم خليكم معايا. بسم الله. هاتوا البلاد باش تعرفوا راني كلشي كنديرو، كنصيد كلشي كنديرو. ناس دراري كاع اللي متبعني من بعد ما صيرنا مزيان الماكينه. دابا هذا الخيط هذا كما كتشوفوا غنخشيو فهاد الخراسي هادو كاملين، غنطيحو القصبه هكايا، غنبقاو نجرو الخيط وغنخشيو فهاد الخراسي. هانتوما كما كتشوفو هاهم، شوفو في الخراسي البنات، من بعد كتشوفو في الخراسي كتعاودو تشوفو، هانتوما. هانتوما كتشدو الخيط حتى كتوصلوه هنا للماكينة.
المهم البنات كيف ما كتشوفوا انا غنوجد دابا الصنارة والطعم ونرجع معاكم. هما انتم كيف ما كتشوفوا معنا احنا كملنا دابا المونتاج، هانتوما ركبنا السبيب، ركبنا الصنارة هنا فين غنديروا الطعم ديالنا هي هذه، وهنايا هذه البلومة كيف ما كتشوف. دابا هنا غنركبوا حنا اليوم اختارين الطعم، غنديروا السردين، شوفوا ربما يسهل الله شي حوته نتعشاو بها واخا صغيره. المهم خليكم معايا انا غنركب دابا الطعم ونرجع معاكم. كما كتشوفوا ها انتم هيا ها الطعم ديالنا. هادشي الصراحه ضربت فيه تماره، حيت علاش راجلي خلاني نصايبو بوحديتي باش نتعلم، باش مره اخرى ان شاء الله نصايبو بوحدي بلا ما يقول لي هو. كيف ما كتشوفوا ها الطعم ديالنا، راه حيدنا السردين، حيدنا له السمسول. ها انتم دابا انا غادي نلونسي، غادي نلونسي دابا ونخليكم معايا. المهم دابا صافي سالينا، راه شي ساعتين تقريبا ولا ساعه اكثر، اكثر من ساعتين وحنايا جالسين. بالحق الحوت ما كاينش، حتى الناس اللي حدانا بزاف ديال الناس حدانا تبارك الله بحال حدانا، حتى شي واحد ما شد شي حوته بصراحه. المهم صافي انا غادي نمشي دابا، ومره اخرى ان شاء الله يكون الحوت نشدو شي حوته. هما هادشي اللي كاين، وكنتمنى هاد الفلوق هذا يكون عجبكم، وشكرا لكم بزاف، وما تنساوش لي لايك لي لايك لي لايك، وما تنساوش تابوناو. وما القصبان عاد غادي نجمع الماتيريال دابا، غادي نجمعو صافي وغادي نمشيو. حالاتي صافي ما جابش الله شي حوته، ماشي مشكل. المهم تهلاو فراسكم انا غادي نمشي دابا.